هذا يسأل أيضا عن الزكاة، يقول لو تأخرت دفع الزكاة إلى شهر تقريبا، فما الحكم في ذلك؟ دفع الزكاة على الفور ولا تتأخر عن دفعها عند وجوبها إلا لحاجة، لغرض، يعني إن يكون ما عندك فلوس وتنتظر أن يأتيك فلوس لا مانع من ذلك، أو تنتظر المحتاج، ما عندك محتاجين ولكن تنتظر أن يأتي محتاجون فلا بأس بذلك. نعم.